الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام المكرمين المستكثرين شرفا. وبعد، احنا بس في هنتكلم المرة دي مش شيطان الرحمن عن الجروبس، لكن بس في حتة في اليوزرز، الحتة الأخيرة بس اللي كنا بنقولها تيست، بس خدت وقت من ايه، من ساعة ما شلنا يوزر وحاولنا نرجعه كده. يعني اليوزر رجع عدل اللي هو اكس 1 ده اللي كنا راجعناه قبل كده، بس اليوزر رجع ايه، سسبندد. فانا هاجي هنا في اليوزر واعمل له بس ري اكتيفيشن، عشان ايه؟ عشان اقدر لوجن بيه هنا، لان هو لسه ايه، متوقف. هاجي هنا واقول له ايه، ري اكتيفيت الراجل ده. الراجل ده هاز بين ري اكتيفيتد. تعال نشيك على اللايسنس بتاعته. اللايسنس بتاعته ايه، اتعمل لها اسايند ليه؟ لان احنا لما شفنا في الفيديو بتاع الديليشن بتاع اليوزر ان اللايسنس بتعمل لها اساين اوتوماتيكال. تمام، حلو. انا اجي هنا احول لوجن بهذا الرجل عظيم. خش يا عم اكس 1، يا رب ما يكونش مكيش. حلو، المفروض الراجل ده تمام جدا، رجع بالداتا بتاعته كلها. تمام، تعال نبص على الجول درايف. المفروض الاقي ايه، البي دي اف اللي كان عامله ابلود عنده. جيت هنا في ماي درايفز، ممتاز، احمد دوت رزق اهو، بي دي اف اهو موجود. حلو قوي، الراجل ده رجع وكل حاجته رجعت كويس قوي. دي بس التست اللي ممتاز نشوف. تعال نبدا بقى في الموضوع بتاع النهارده مشيت الله في جروبس. بدايه كده الجروب دي انا اللي مكريتها للاتش ار دي، عشان كنت بتست كام حاجه. جو دي لو فاكرين كنا عاملين لها سينك من اون بريم اونلاين. جو دي انا كنت عامل لها سينك لما كنا بنعمل سينك اليوزرز. طيب انا هاجي اول حاجه اعملها التعامل مع الجروبس بتاعت جي سويت. بلاتن جروب دي عباره عن ايه؟ الجروب دي عباره عن ايميل ادرس انا ببعت عليه فيديستريبيوت للناس الممبرز في قلب الجروب. بمعنى ان الجروب دي مش ميل بوكس، يعني ما بيجيش افتح الجروب وادخل بيوزر نيم وباسورد. يعني ما بيجيش مثلا افتح الجروب اقول له ساين اوت من ده وادخل باكونت ثاني اسمه الجروب وباسورد. لا، هي عباره عن ايميل ادرس، يعني عنوان انا ببعت عليه، فالعنوان ده يحصل يعني الناس اللي جوه العنوان ده از ممبرز في الجروب، الايميل انا بعته للجروب دي يستريبيوت عليهم كله. تمام، طيب باي ديفولت اي جروب انا بكريتها حتى في الاكستشن سيرفر بتبقى محدوده بالناس اللي جوه الاورجنايزيشن بس. يعني ايه؟ يعني الناس اللي جوه الاورجنايزيشن بس هو ممكن يبعتوا لها. يعني لو احنا هنجرب مع بعض، هنعمل الجروب وهنمنع الناس اللي بره الاورجنايزيشن، اللي هو بره مستر رزق يعني، او بره الاورجنايزيشن بتاعتنا كلها، ان هم يبعتوا لها. وان كانت جروب تانية ونخلي الناس بره، هبعت من الجيميل او من اي حد للجروب دي وتوصل عادي. تمام، في حته زياده في الجروب بتاعت الجي سويت هنشوفها، ان انت ممكن تضيف ناس بره الاورجنايزيشن اصلا. يعني ممكن اضيف الميل بتاع اللي هو احمد ايه رزق بتاع الجيميل ده. تمام، تعال يعني نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم، نسمي اللي نبدا نكريت اول جروب مع بعض. ادي اول جروب سميها الاي تي، ودي اي تي ديبارتمنت ممبرز. الميل بتاع الاي تي هتكون ات مستر رزق. شايفين الثلاث نقط اللي كانوا متحركه تحت دول؟ لو جيت اعمل كده جي جي، بص الثلاث نقط دول بيفيريفاي ان اسم الجروب دي مش موجود قبل كده. تمام، طيب مين الاونرز؟ هنشوف الاونر ده بعد كده اظروفه ايه. خلي الاونر احمد. تمام، ده بيقول لك ان الحاجه ريكوايرد، بقصدها الاستريكس دي. نكست. الاكسس تايب بتاع الجروب دي يعني ايه؟ يعني انا عندي كذا نوع من الاكسس جروب ممبرز يقدروا يعملوه. بمعنى ايه؟ معنى دلوقتي الناس اللي هم الجروب من الجروب اونرز زي احمد يقدر يعمل ايه؟ يقدر يكونتاكت الاونر، يعني يقدر يبعت للناس الاونرز على طول، ويقدر يفيو الممبرز، ويقدر يفيو التوبكس. يعني من الاخر كده الراجل ده اي حد جروب اونر يقدر يعمل كل الحاجات دي. يقدر يبلش بوست، يعني يبعت بوست للجروب، يقدر يمانج الممبرز يضيفه كده. يعني لو واحد مانجر على الجروب يقدر يعمل كل الحاجات دي برضه. جروب ممبرز يقدروا يعملوا كل الحاجات دي ما عدا ان هو ايه، الحته بتاعت المانج ممبرشيب. تمام، طبعا الحاجات دي كلها دي
البابليك والتيم والاناونس انت اونلي والريستريكتد، الاربعه دول بري كونفيجرد. لو انا عايز اكستمايز حاجه هنا في كاستم اعمل اللي انا عايزه. اكسترنال، الاكسترنال يوزرز انا ممكن اسمح له ان هو يبعت لي الجروب دي، يعني اقول له هنا ايه ممكن تبعت له الجروب دي. تمام، شايفين خدت بالكم لما انا عملت كليك هنا البطن الاودي بطن اللي كان بابليك راح عند كاستم. تمام، انا عملت كاستمايزيشن حلو قوي. مين بقى يقدر يجوين الجروب دي؟ اي حد يقدر يجوين، يعني وانس ان هي ظهرت. يعني مثلا لو انا جيت كده عند اكس 1 ده اشوف الجروبس اللي عنده. بروح اخش على الجروبس ازاي؟ بس انا مش حافظ البتاع ده، جروبس دوت جوجل دوت كوم، لوجن جروبس، اخش على الجروبس واشوف الاثنين موجودين قبل كده اللي هم جو و اتش ار. عايزين نشوف الناس هجمينهم ازاي. اقول له براوز اول، براوز اول دي لو ما فيش جروبس مش هتظهر، مش هيظهر لك الا ماي جروبس بس. انت ممكن تجيب جروب خاصه بيك انت بتاعتك، عندي اهو جو و اتش ار. تمام، انا عايز اعرف يعني عايز امانج الناس هتقدر تجين الجروب دي ازاي. يعني اي حد في الاورجنايزيشن يقدر ياسك ان هو يجوين الجروب دي. يعني الاخير كده بعت ميل للاونر ان فلان عايز يجوين فانت ابروف او ديكلاين، ولا اي حد كان جوين يعني ظهر له البطن بتاع جوين فيكليك عليه يبقى هو كده جوين الجروب. تمام، يعني مثلا ابلاي فور ممبرشيب ظهر له دي. لما تظهر في بتاعت اي تي انا اقدر احدد يتعمل ابروف اوتوماتيكلي، اي حد يضغط على دي يبقى يدخل الجروب او يتبعت ميل للاونر. تعال نقول له ايه، اي حد ممكن ياسك. الاوبشن الثالث اونلي انفايتد يوزرز، يعني انا اللي اضيف اليوزرز بنفسي بعد ما كانت الجروب اضيف اليوزر بنفسي. فانا اقول له اي حد ممكن ياسك. الاو ممبرز اوتسايد يور اورجانيزيشن، احنا هنا شفنا الاكسترنال يوزرز يعني اي حد بره الاورجانيزيشن يقدر يعمل ايه، بابليش بوست يعني يبعت للجروب. انا افتح هنا انكوجنيتو، افتح الميل بتاعي اللي هو الشخصي ايه رزق ده، وادي الباسورد. اقول له ايه الراجل ده، الناس اللي هم بره يقدر يبعت بوست او يبعت ميل للجروب دي، ويقدر كمان الناس اللي بره احطهم كسوري ممبرز في الجروب دي. تمام، طبعا الراجل اللي بره مش هيظهر له الحته بتاعت جوين الجروب وكده، انا ممكن اضيفه انا اللي بضيفه بنفسي. تمام، طيب بالنسبه للناس اللي جوه دي، بالنسبه للناس اللي بره الاورجنايزيشن اقول له كرييت جروب. الجروب بتاعتك كرييتد سيفد اونرز ادد اللي هو احمد. انت ممكن تضيف ممبرز من هنا، ممكن تشوف الجروب ديتيلز من هنا، ممكن كريت واحد جديد. خلينا نيجي هنا ونضيف واحد تاني اللي هو مين، اد ممبر. شوف افتح لي دي اد ممبرز، اجي هنا اقول له ايه ضيف لي يوزر او بالك يوزرز اعملوا ابلود بسيز في. انا اضيف يوزر واحد بس، اضيف مين @gmail.com. انا مسموح لي اضيف ناس من بره الاورجنايزيشن بتاعتي. ادفانسد هنا اول اد اول كارنت الناس الموجودين دلوقتي في الاورجنايزيشن اضيفهم للجروب دي. لا طبعا مش عايز اعمل كده. اد الراجل ده، الراجل ده ايه هتاخد شويه وقت عشان ايه عشان تسمع. الراجل ده ممبر عادي، ممكن اجي هنا وايدت فيه خليه مانجر او خليه اونر. تمام، طيب انا باجي هنا بقى عندي هنا اقول له جروبس دوت جوجل، اشوف نفس سماعه عندي بره بره الاورجنايزيشن خالص، اشوف سماعت عندي ولا لا. اشوف ماي جروبس كده لسه لسه ما سمعتش، ما ظهرش عندنا اي ممبر في الجروب دي. طيب انا شويه كده اما تسمع بس حبه كده هقوم باعت ميل لاي تي واشوف توصل لي ايه رزق ده ولا لا. تمام، طيب دي الجزئيه بتاعت ايه كرييشن الجروب. تعال نرجع تاني ونشوف احنا اصلا هنوصل ويندو دي ازاي. دي الاي تي احنا لسه مكريتينها. انا ممكن اجي اخش في قلب السيتنس بتاعتي او من بره اقول له فيو
الجروب سيتنس او مثلا اد ممبر او امانج الممبرز. يعني ايه امانج الممبرز؟ يعني اجي هنا واقول الراجل ده هيكون مانجر او اونر او اي حاجه. او ايديت سيتنس من هنا هي هيها دي هي دي ايه ام سوري هنا هنا فيو هنا بايديت او من هنا مور اديليت الجروب. خلينا ايديت تخش السيتنس بتاعت الجروب. اولا من هنا ممكن اغير اسم الجروب او لون النيم اغير اسم الجروب او اديليت الجروب خالص. طبعا الجروب دي لو انا جيت هنا فتحت دي بس عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا. لو انا جيت هنا قمت جايب البيلينج انا عندي 7 يوزرز تمام. يلا 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 هنا حاسب 8 يوزرز. 8 يوزرز دول واحد انتوا كنتوا فاكرين انا كنا كانوا 8 مسحنا منهم 2 اي اكس 1 وتيست. تيست لسه يعني عملوا ريكفر لسه ما سمعش ان هو رجع تمام. هو هنا مش حاسب الجروب ليه؟ لان الجروب دي مش ميل بوكس. الجروب دي عباره عن ايميل ادرس انا ببعت عليه فقط تمام. في الحته بتاعت السيتنس احنا شفنا الرينيم والديليت بتاعت الجروب. انا ممكن هنا ايه في السيتنس ايديت في الاكسس تايبس. يعني انا اكستم الناس اللي يعني اي حد واجهنا مثلا او ميل له ايه الجروب اونرز يقدروا يعملوا كل الحاجات دي. انا ممكن اخلي اي حد تبع الجروب هو بس اللي له سلطه ان هو يعمل اي حاجه. يعني ممكن اخلي احمد وايه رزق اللي هو على الجيميل هم اللي يقدروا يعملوا كل حاجه. يعني انتر اورجانيزيشن دي ممكن اشيل كل حاجه واخلي ايه واشيل دي كمان. يبقى انا عندي شيل دي يبقى انا عندي الناس كل الحاجات دي كل الناس دول تبع الجروب جروب ممبرشيب جروب اونرز جروب مانجرز جروب ممبرز دول يقدروا يعملوا ايه كل الحاجات دي تمام. يبقى يشوفوا التوبكس انا مبعوثه يبعتوا ايميلات تمام ويقلوا كمان الناس اللي من بره تمام. معنى كده ان اي حد جوه الاورجنايزيشن مش هيقدر يعمل حاجه مع الجروب دي لا يبعت لها ميل ولا اي حاجه تمام. لو انا عايز ايدي دي واخلي دي ريستريكتد اونلي على ناس بتوع الاي تي حلو كده. طيب انا هسيف على كده وهنتست دي مع بعض. هنتست ايه؟ ان احنا هنلوجن بيوزر اللي هو اي اكس 1 مثلا. اي اكس 1 مش في الجروب دي واحاول ابعت ميل للجروب دي مع انه في الاورجنايزيشن بتاعتي. تعالوا نعمل القصه دي نمنع اي حد غير الاونرز او الممبرز او المانجرز ان هم يعني يبعتوا للجروب دي او يعملوا اي حاجه. يعني تعالوا نيجي هنا على الراجل اللي له اي اكس 1. اي اكس 1 هو جاي له اقول له اي تي اعمل ديتكت على طول لمين؟ لاي تي مع انها مش ميل بوكس ده ايميل ادرس تمام. اي تي اقول له ده مثلا ايه اي تي جروب مثلا ويبعت يعني. المفروض على حسب اللي انا عامله في ميل يتبعت للراجل ده اللي هو احمد ات مستر رزق. يعني لو جيت هنا فتحت المفروض ميل يتبعت لاحمد لسه ما وصلش وميل اهو وصل اي تي جروب. وميل تاني يوصل لمين؟ للراجل اللي بره الاورجنايزيشن اصلا اللي هو مين؟ ايه رزق اهو اي تي جروب اهو تمام. حلو معنى كده ضفنا يوزر من بره الاورجنايزيشن وغيرنا ايه بعت له ميل عادي جدا تمام. طيب تعالى بقى نسيف دي ونتست القصه ونتست القصه دي تاني. هخلي اي اكس 1 يحاول يبعت ونشوف هيبعت ولا لا. اقول له سيف كل حاجه كده تمام. لسه دي هنلعب معاها كتير المودريشن والحاجات دي. يعني اجي هنا اكس 1 ريفرش بس عشان الحاجه تتسمع. المفروض تظهر هنا بقى. على فكره في نقطه بس ظهرت ايه عشان الراجل ده جوه الاورجنايزيشن. لو انا جيت هنا عند ايه رزق في الجروبس مش هتظهر له. هنا في جروب ماي جروبس مفيش هنا حاجه. هوم مفيش جروبس هنا مفيش. هو بس كل اللي عنده ان ايه هيجيله ايميلات اللي بتبعت له الجروب دي تمام. طبعا انا كادمن على الاورجنايزيشن انا اللي بضيفه تمام. طيب كده خلاص عملنا سيف دي. تعال بقى من اي اكس 1 هنحاول نشوف نجون الجروب دلوقتي بس ايه نحاول نبعت تاني نشوف هيبعت ولا لا. اي تي اقول له نو مثلا نو سند اي حاجه نبعت كده بسم الله سندينج. تعال نشوف دي تعال نشوف هنا تعال نشوف السبام شايف ايه ده
ما وصلش لإيه رزق و سوري احنا دخلنا نقطة البرايل ده بأحمد اي تي جروب بس هي اللي ظهرت لما ايه اللي انا لسه بعتها انما المواسين دي ما ظهرتش حتى في الاسبام ليه؟ لان انا قايل له الناس في كل اي حد ما عدا الناس دي ما يقدرش يبعت ميل. طيب حلو كده؟ طيب تابع شوف جروب فور بيزنس دي حاجة تانية خلينا نشوف ايه القصة بتاعت المودريشن سيتنس والادفانسد او الادفانسد سيتنس بتاعت الجروب دي. بص يا سيدي دي بقى الحاجات اللي احنا كنا قلنا عليها في ايه يعني شغل كتير يعني انت عندك يا اما المودريشن سيتنس بتاعت الجروب يا اما الادفانسد سيتنس اللي ايه تقدر تعمل يعني تقلد كل حاجة في الجروب. خلينا نفتح دي برضه نبص عليها مانج ممبرز تمام select group groups of users دي ال members بتوع الجروب بيقول لك these users can manage members of the group manage members يعني اليوزرز دول الاونرز والمانجرز هم دول الاثنين دول يقدروا يمانجوا الناس اللي في الجروب يقدروا يضيفوا ويشيلوا وكده يعني تمام انت ممكن تخلي الاونرز بس او المانجرز بس بتحكم فيها منين ده مانجر وده اونر انا باجي هنا على الجروب اللي هي اي تي دي مثلا واقول له مثلا خش هنا هيجيب لي الممبرز دايركت ممبرز او باجي على ده مثلا اقول له ده اونر او مانجر او كده تمام. طيب الحاجات دي لسه هنبص عليها تاني هي بس ايه خلينا بس في الحاجات المهمه الكبيره ونرجع نبص على الجروب انفو تمام. مودريت كونتنت مين اللي يقدر يمودريت الكونتنت بتاع الجروب بقول لك الناس دي اللي هنا يعني اللي هم الاونرز والمانجرز يقدروا يعملوا مودريشن للكونتنت اللي بيتبعت للجروب دي ان هو ممكن يشيل such as deleting or moving topics تمام edit on posts اللي modify rules مين اللي يقدر يمودفاي الرولز بتاعت الناس اونرز فقط يعني انا الوحيد اللي يقدر يخلي مثلا احمد ده شوف اي تي مثلا كده مين اللي يقدر هنا في الممبرز مين اللي يقدر يخلي ده ممبر اونر او مانجر او كده مين هو بس مين الاونر هو الاونر تمام. طيب خلينا نجي في الاول ممبرز انفايت ممبرز كان سايب الكلام ده all members دي كل الناس joined امتى والميل بتاعه ايه والحاجات دي كلها والرول بتاعته ايه وقال له ان هو يبعت ولا لا يعني ممكن اجينا عند ده اقوم فاتح عنده كده واخلي الرول بتاعته اي حاجه تاني تمام. ممكن اجي اخلي ايه ايميل ديليفري نو ميل اخري يعني ايه ما يبعتش ومصري بوستنج بيرميشن نخلي الراجل ده ممبر نوت الاود نو بوست ما يبعتش هو يستقبل بس ايه ايميلات يستقبل انا ايميلات يستقبل كل الايميلات يعني ممكن اتحكم كمان هو يستقبل ايه وايه ويقدر يبعت للجروب دي ولا لا تمام. طيب خلينا نيجي هنا بالحته بالنسبه للحته بتاعت ان ابعت للجروب دي من بره هنا هوت ميل هوت ميل اللي هي اكونت على هوت ميل هلوجن بيه واحاول ابعت للجروب دي انا قايل ان هو ممكن ايه يستقبل من بره الاكسترنال يوزر يقدروا يبلشوا بس ايه ده لا استنى عدلناها شو احنا جينا هنا في ال في الجروب سيتنس هنا بتاعتها السيتنس وعدلنا الاكسترنال ما يقدرش يعمل اي حاجه لا خلينا نعدلها تاني كده واقول لك الاكسترنال ممكن ايه يببلش بوست ممكن يبعت لها ايميل تمام حيث تمام اجي هنا اقول له ساين ان على الهوت ميل الحاجات دي كلها نعدي عليها يعني واحنا ماشيين بس كده بس في ماشيين في حته حته في حته بتاعت ايميل ديليفرابيلتي والبوستنج بيرميشنز ده ممبر في الجروب انا حتى ان هو ممبر ممكن امنعه ان هو ايه يبعت لها او يستقبل منها خلينا بس نتست القصه دي
عن الهوت ميل. نكتب له الباسورد. حلو قوي. هحاول ابعت بقى للاي تي اول ما يفتح نقدر اتحكم الممبر ده يقدر يبعت لها او لا، يبعت له الجروب دي او السابل او لا. انفايت ممبر، ممكن من هنا انتر الايميل ادرس بتاع الناس انا عايز ايه ابعت لهم انفيتيشن. خلو مثلا اي اكس 1 اعمل ديتكت على طول لاي اكس 1 تمام، واكتب ايه اي حد تاني تمام. اقول له ايه سند انفايتس، عايز ايه انفيتيشن مسج. اقول له مثلا ايه يو كان ناو جوين اور جروب، اي حاجه اقول له سند انفيتيشن تمام. دي بعد كده بعت انفيتيشن، اقول له شو تبعت لمين، انا بعت الراجل ده. دايركت اد ممبرز، ممكن اجي هنا واضيف على طول ايه الناس واقول له اد تمام، واتحكم كمان هو ايه هيقدر يبعت ولا لا للجروب دي ولا لا. نجي هنا عند اكس 1 هلاقي ايميل بعت له من اي تي، اقول له ايه يو كان جوين اور جروب، الديسكريبشن بتاعتي ايه احنا كنا عاملين، اقول له اكسبت. هرجع الاقي الراجل ده بقى ممبر في الجروب دي تمام. طيب ده لو انا عايز اضيف حد دايركت مش بقى انفيتيشن وادب وكده يعني، ده غصب عن اوتستاندينج ماشي ما تسيبش. خلينا نيجي هنا نقوم باعتين ميل ل IT at Mr. Result TK، استخدم ده وقوله مثلا hot mail وقوله send. المفروض طبعا توصل لمين؟ ل EX1 لحمد وطمو invitation، وتوصل لأحمد، وتوصل ل أحمد at Mr. Result، وتوصل ل رزق تمام. Outstanding يعني هل في حد عايز يجوين الجروب موجود هنا ولا لا؟ ممكن ابروفه من هنا ممبرشيب اند ميسيتس جو ام سوري لا مش انا هنا جوين ريكويست. في حد بعت ريكويست انه يجوين الجروب وانا لسه ما قبلتش، ظهر لي هنا اقدر ايه ابروف او ريجكت تمام. تعال نشوف الميل، ادي اهو حمد رزق البلاسي بعت هوت ميل عشان الراجل ده انضاف، وهتلاقي طبعا عندها ايه رزق اهو، وهتلاقي طبعا عند مين البص الكبير اللي هو الراجل ده اهي هوت ميل تمام. حلو، تعال نشوف المسجز بيندينج مسجز. لو في اي مسج فيها مشكله هنبص، لسه هنبص دلوقتي على حاجه اسمها ايه ان الجروب دي مودريتد، يعني مش اي مسج تيجي تبعت لها على طول. يعني لو نيجي هنا في الجروب سيتنس، هاجي هنا في ارجع كده بس الحته بتاعت السيتنس، هاجي هنا في المانجرز، فانا هنا في المانج بيندنج مسجز اقدر كنترول المسج دي هتوصل للناس للجروب ولا لا. منين؟ انا جيت هنا في السيتنس، احنا خلصنا الحمد لله الممبرز دي جوين ريكوستس، ده لو حد عايز يجوين من السيتنس هنا انا عندي الحاجات دي. بس خلينا نبص مودريشن الاول، انا ممكن اقول له ايه حتى نقولها ونختم بالفيديو ونكمل الفيديو الجاي بقيه الحاجات دي ان شاء الله. مودريت اول مسجز تو ذا جروب، يعني اي حد يبعت للجروب دي فرضها على الاونر عشان ايه يابروف، او مديريه المسجز من الناس اللي هم مش ممبرز. يعني مثلا ايه الراجل على هوت ميل ده مش ممبر، فلو جيت من المسج اعمل له مودريشن، لا انا عايز اعمل مودريشن للكل بره او من جوه تمام. طيب لو واحد حصل المسج بتاعته ريجكشن، يعني لو جيت في البيندنج مسجز وجيت على المسج بتاعته عملت ايه ريجكت، انا عايز ايه اشيل المسج دي تمام، يحصل ايه؟ بعت نوتيفيكيشن روم ديريت، اقول له ايه نوتيفاي ريجكت يو هاف بين ريجكتد اي حاجه تمام. طيب اقول له سند ذيم تو ذا مودريشن كيو اند سند نوتيفيكيشن تو مودريتور، يعني ابعتهم لي ابعت المسج للمودريتور ولا
ولا عايز تعمل ريجكت على طول، ولا سكيب المودريشن كيو اند بوست تو ذا جروب، يعني عدي وكانك ما عندش حاجه يعني وبعت للجروب على طول. لا انا عايز اقول له حطهم في المودريشن كيو وسن نوتيفيكيشن للراجل اللي هو المودريتور اللي هو في الغالب اللي هو احمد ده. تمام. طيب انا اقول له سيف الكلام ده، اقول له مثلا all members، خلينا نجيب هنا members permission، moderation permission. مين اللي يقدر يمودريت؟ المانجرز والاونرز. يعني خلي بالكم معلش عشان الحته دي مهمه، اي بيندنج مسج بتيجي هنا في البيندنج مسجز بخليها تيجي اصلا ازاي؟ باجي في المودريشن واقول له ايه؟ مودريت الجروب دي. تمام. واقول له نوتيفاي اللي انا عامل ريجكشن وريجكت بسبب كذا، وحط لي المسج في الكيو هنا يعني في البيندنج، وابعت لي المودريتور. مين المودريتور؟ هنا في البيرميشنز بقى بجيب المودريتور المودريشن بيرميشنز، خلينا كده برضه المودريشن بيرميشنز، واقول له مين المودريتور مين يقدر يمودريت الكونتنت. اجي هنا اي اونر او اي مانجر للجروب دي، وشوفنا ازاي نخلي الفلان الفلاني مانجر او اونر. تمام. ادي المودريشن عملناه. تعالى بقى يا يعني بتمودريت من اي حد، تعالى ريفرش هذه الصفحه ونقول له ايه؟ ابعت يا عم الاي تي مودريت المفروض بقى ايه؟ اجي هنا شوية والاقيها في قلب اهي. تمام. اهو ووصل النوتيفيكيشن لمين؟ لأحمد بصفته المودريتور. اهو مسج بيندينج، ودي كود غريب كده. انت عايز تابروف او تريجكت، هقول له كده يقوم محولني ايه؟ على الصفحة دي. يعني المفروض هي اللي تفتح هنا. هي دي. تمام. واجي هنا اقول له ايه؟ هي الصفحة دي. اجي هنا اعلم عليها كده واقول له بوست او بوست اند اولوز الاو مسجز من الراجل ده، يعني ما تسالنيش بعد كده عن الراجل ده لو بعت، او ريبورت از سبام او رجكها. انا هقول له بوست هتوصل عدد الناس، تعالى نبعت واحدة تانية ونعمل ريجكت مود 2 مثلا، اقول له سند، المفروض تجي لي هنا. يعني لو جيت على انا بعتها دي دلوقتي ووصلت ايه؟ مودريت، نعمل لسه ابروف. اجي هنا المفروض انا بعت واحده تانية اهي مود 2، اجي عليها واعلم كده اقول له ايه؟ ريجكت دي المفروض يتبعت للراجل ده نوتيفيكيشن اهو، وصلت اهو يور مسج ووز دينايد، وادي ايه؟ يو هاف بين ريجكتد اللي انا ايه؟ كاتبها في النوتيفيكيشن. تمام؟ طيب حلو اهو. على فكرة الموضوع بسيط، محدش اتخض يعني، بسيط جدا. كمل بقى خلينا نكمل في الفيديو الجاي حتى بقية السيتنس والبرميشنز والرولز والشيات الحاجات البسيطة دي، شوية انفو عن الجروب. تمام. اتمنى الموضوع يكون بسيط، الموضوع بسيط جدا، سامحوني لو كنت بسرع يعني، بس القصة سهلة جدا يعني. انا اسألك انه اظهر الغيب، اشكركم شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.